البكالوريا هاجس ديال البكالوريا، انتهينا فيه الى ان الاشكال في ان النموذج البيداغوجي برمته اصبح في ازمه، ماشي قضيه غير الامتحانات ديال البكالوريا. والناس يخلطون بين التقييم يقصدوا مستمر ودائم وفيه روائز وفيه عدد ديال الاشياء على كل حال التفصيل ديالها، وبين لحظه ديال شي حاجه اسمها الامتحان يسيطر عليها الرعب ويتجند لها الكل، ونهار اللي كتسالى ديك الايام الكل يتنفس بالسعاده ويقول الحمد لله دازت بخير، ولكن ما نتائجها على مستوى الجوده ديال التعليم، على البنيه التربويه والتعليميه هذا سؤال اخر. انا في تقديري ان سؤال تقييم ينبغي ان يطرح بهم، وهو جزء لا يتجزا من النموذج البيداغوجي ككل الذي اصبح في ازمه. وانا اقول في كثير من كتاباتي على انه النموذج التقليدي للمدرسه اليوم شاد العنف اللي كيكون دابا في المؤسسات التعليميه والاخرين، راه السبب ديالو هو عدم واحد الفجوه كبيره بين النموذج اللي قرانا به حنا. حنا درسنا فيه في السبعينات والثمانينات القياس والسبوره ياك والمقرر والكتاب المدرسي حنا قرينا، فلا زال هو نفسه في 2024 لا يعقل. اذا كاين واحد الكونفليكت ما بين النموذج البيداغوجي وبين الطفل الرقمي اليوم الذي اصبح لا يطيق ان يظل في المؤسسه التعليميه 8 ساعات 6 ساعات 7 ساعات. شيء طبيعي انه ستنشا لديه ردود فعل غير محسوبه العواقب. على كل حال هذا موضوع في تقديري غير الاهميه، ولكن اشير الى الدراسه التي اعدها مجلس اعلى للتربيه والتكوين العلمي وقد شاركت فيها واشرفت عليها قدام الفريق اللي هو مزيان تقرا القيم في منظومه التربيه والتكوين العلمي، ففي تقديري غايه في الاهميه اللي في اقتراحات جديده.